السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا صديقاتي، مرحبا أصدقائي. نتواصل معكم من جديد بهذا الفيديو. أولا نقول لكم عيد مبارك سعيد، ونتمنوا أنكم تكونوا بصحة جيدة. وثانيا باش نتشاركوا معكم اليوم هذا العمل اليدوي بمناسبة حلول العيد. غادي نصنعوا هلال داخلة ونجمة من الكرتون. اولا غادي نحتاجو اقلام لبديه، ولا ما كانوش عندكم بحال هادو يمكن لكم تستخدموا اقلام بحال هاد الاقلام. وغادي نحتاجو هلال من الكرتون، وغادي خصنا جوج من الهلالات باش يكون عندنا الهلال احسن. ونحتاجو نجمه تكون شويه صغيره باش تقدنا من اجل الهلال. ونحتاجو مستطيل صغير من اجل اننا نلصقو في النجيم. وغادي نحتاجو قاعده فين غادي نلصقوا الهلال، وتكون متكونه من اربعه الاجزاء، وغادي يكون فيها شي جوج مربعات على نفس الحجم. وغادي نحتاجو اللصاق، ونحتاجو هذا المزين يكون باي لون عجبكم. ونحتاجو فراشي صباغه ومكان فين نحطو الصباغه. وايضا غادي نحتاجو صباغه تصبغوا الهلال باي لون عجبكم. اذا بسم الله فنتمنى تتبعونا خطوه بخطوه. غادي نشدو الهلال وغادي نلصقوا فيه هذا المستطيل الصغير اللي كنا قلناه من قبل، من اجل نلصقوا فيه هذا النجمه.
تحاولوا انكم تسبقوا الهلال وما تخسروش، من اجل انه خاص يكون يجي زوين ما يجيش مخبق شويه. دابا ملي سالي التلوين تاع الهلال غادي نعاون خويا من اجل انني نصبغ هاد الضيف. دابا غادي نساليو صباغه هاد الشيء كامل وغادي نرجعو لكم. دابا ها هو صبغ كل شيء ووجد لصقنا تلصق باش نسرعوا العمليه اكثر. دابا خاصنا نشدو البريق، نتوما تزينوه باي حاجه عجبتكم، انا عندي البريق. خاصنا نشدو شي لصاقه ونمكن لكم ديروا البريق في اي بلاصه، الهلال، المنصه، النجمه اللي كان انا فكرت اننا نديروها فوق النجمه حتى تجي احسن. دابا سالينا الهلال وسالينا الصباغه تاع هادشي كامل، لصقنا داكشي مع بعض وكتبنا عيد مبارك سعيد كما كتشوفوا، وزوقنا النجمه باللصق اللي كنا قلنا قبل. وكنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، وكنتمنى انكم تشاركوا مع اصدقائكم وتشاركوا ايضا مع اخوانكم، والتزموا بالحجر الصحي وما تخرجوش من ديوركم، واعتنيوا بنفسكم